الأذى عن الطريق، خرج أيمن إلى ملعب الحي، فرأى فرع شجرة ملقا في الطريق. قال أيمن: من وضع هذا هنا؟ الإسلام لا يرضى بهذا، سأزيله حتى لا يؤذي الناس. حاول وحاول لكن الفرع لم يتزحزح من مكانه. انتظر قدوم أحد لمساعدته. فرح أيمن عندما رأى صديقه سامرا مقبلا. سامر، ماذا تفعل يا أيمن؟ أيمن: أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وسامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق. مر عامل النظافة فوضع الفرع في عربة القمامة وذهب به بعيدا. فرح أيمن وسامر وأكملا سيرهما إلى ملعب الحي.